كان في رجل يعني معروف انه يجي مرات في الحي، رجل زي ما تقول احنا نسميه بوهالي، يعني باب الله كذا، بيكون شكله رث وكذا، بس هو ماشي ما في الا يذكر الله ويعطي عظه يعني للناس، لا تتغروا بالدنيا مثلا، الدنيا فايته، انتم مش عارف ايه، حاجات زي كذا. انا طبعا صغيره ما كنت افهم يعني المغزى من الموضوع ده، بس كنت احس انه شيء مره مهم بيقولوا. الاطفال اللي في سني لما كانوا يشوفوه يهربوا، انا لا، انا كنت اقرب 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 اكثر عشان كنت احب كلامه، احترمت عقله، مع انه هم يقولوا مجنون.